كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إما نصفه أو ثلثه، وكان ينام سدسه، وكان يختم صلاة ليله بوتر. الوتر تصلي إما ركعة ولا ثلاث ولا خمس ولا سبع إلى آخره. فتقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل، يعني قيام الليل، أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، وأفضل صلاة الليل متى؟ آخر اللي هو الثلث الأخير قبل الفجر. لكن لو واحد قال والله أنا خايف أني أرقد، ما تمكن أن يقوم، نقول له صل أول الليل، لأن من أوتر ولو ركعة واحدة فكأنما قام الليل كله.